على هضرنا على هضرنا على الفي بي اس. دابا غادي نهضروا على شي حاجه اخرى، غنهضروا على شي حاجه اخرى سميتها الكلاود هوستين. هذا خلق ثوره في مجال، قلنا في 2009 خرجنا الفي بي اس، دابا خرجنا على شي حاجه سميتها الكلاود هوستين. هذا الكلاود هوستين سهل الخدمه بالجد، ولات سهله بالجد. كيفاش ولات سهله؟ دابا حنا ملي هضرنا على الفي بي اس، ملي هضرنا تنهضروا دائما بمفهوم ديال عندنا واحد السيرفر اللي كنكريو فيه، يعني كنكريو فيه دي كليون، تيكون عندنا دي كليون، كل كليون بالمميزات اللي بغاش في الديسك دور الى غير ذلك. الكلاود هاستين بدلينا المفهوم ديال طريقة التعامل مع المواقع الالكترونية او الابليكاسيون ويب، ولا شوف اش من خدمة بغيتي دير فيه. علاش؟ اولا كيفاش كيخدم الكلاود هوستين؟ الكلاود هوستين اولا كتكون انت ملي كت يعني ملي تيكون عندك ان سيت ويب كلاود هوستين، اول حاجة كيكون السرعة في الاداء، تيكون النظام ديال او داك الموقع اللي بغيتي تدخل ليه ولا هذا تيكون سريع، يعني تيكون سرعة في الاداء، تيكون لا سيكوريتي ديالو حتى هي طالعه وكذلك كيهنيني بزاف ديال المشاكل غادي نهضروا عليها دابا. اولا انا ملي كندير واحد الموقع ملي في الكلاود هوستين، الكلاود جات من السحابيه، الحوسبه السحابيه، يعني انا مثلا ملي كنحط واحد الموقع ديالي في واحد السيرفر ما كيتحطش في سيرفر واحد بعينه، لا، داكشي اللي كنحط في هذاك السيرفر كيتهز ويتحط بزاف ديال لي سيرفر، ما كيتحطش غير سيرفر واحد، كيتهز ويتحط بزاف ديال لي سيرفر. وبالتالي ملي كنحط ملي كنصاوب واحد سيرفر كلاود وكنبغي ندخل اولا مثلا نحط فيه لي فيشي ديالي، وتيجي مثلا ان سيت ويب سيت اي كوميرس اولا هذا، وملي كيبغي شي واحد يدخل لهذاك لو سيت، اولا كاين واحد حاجه كتسمى لود بالانسين. اشنو هي اللود بالانسين؟ ملي كيبغي يدخل شي واحد اش كيدير؟ كاين واحد تيتسمى لود بالانس، تيدير ديسباتش، كيهزك انت يحطك في هاد السيرفر ويزاد يحطو في هاد السيرفر ويزاد يحطو في هاد السيرفر، وهادوك لي سيرفر كاملين هادوك لي سيرفر كاملين تيكون فيهم الموقع ديالك، يعني هو كيهز هذا يحطو هنا وتيهز هذا تحطو هنا. هذا اولا شي حلينا، تيحلنا مشكل ديال الترافيك، يعني ما كنركزوش على سيرفر واحد ونبقاو مهودين عليه 100000 واحد ضربه في داك السيرفر، لا، ديك 100000 واحد غنشتتوها، غنحطو شي هنا ونحطو شي هنا ونحطو شي هنا، وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. يعني السرعه، يعني اولا ملي غنبغي ندخل الموقع دغيا غيدخل دغيا غادي يتفتح معايا الموقع وغادي نقدر نخدم به، هذا من جهه. من جهه اخرى فيما يخص السيكوريتي، علاش؟ لانك انت مثلا لا خدام بهوستين او لا خدام في بي اس، عندك واحد الاشكال، تكراش عليك السيرفر، كراشا ولا وقعت فيه ولا شعلات العافيه في هذاك السيرفر ولا وقعت شي حاجه، اش بغا يوقع لدوك لي دوني ديالك؟ باح. تقدر انت تصاوب واحد السيت ويب باغ اكزومبل ب 20000 درهم، ولا صاوبو غير راسك، ولا المهم حنا مشيتي صاوبتي مثلا ان سيت ويب ب 4 مليون، ولا هذا، اولا مثلا واحد السيت ويب كيدخل لك الفلوس، ولا كيدخل لك الفلوس يدخل لك واحد 20000 درهم في النهار، ولا خرج مشى، انت ما دايرش واحد الحاجه كتسمى الباك اب، النسخه الاحتياطيه من داك السيرفر، مشى دوك لي دوني عندك مشاو الكلاود، لا، في الكلاود لا، يتحرك هذاك السيرفر، هذاك اللود بالانس اللي كيتلقى هذاك تحركتي ما تيبقاش يمشي ليه، كيدوز لحاجه اخرى، سدي داك الباب. كيهزك انت تعاود يحطك في واحد القنت، تيهز هذا يعاود يحطو في واحد القنت، يعني تيمشي لديك النوط تلقاه ما خداماش، كيهزك يحطك في قنت، يعني تيحل لنا مشكل ديال لا سيكوريتي ديال البيانات ديالنا. يعني انت باش تاخذ معايا فكره، في الكلاود كتخدم كتركز في الموقع ديالك، ما باقي كتهز لهم لا الباك اب، ما باقي كتهز لهم لا مال السيت ترافيك، ما كتهز لهم لي غوسورس خصني نطلعو لا بوطون، انت ما كتهزش لهم هادشي، انت تركز في لابليكاسيون ديالك. هذا هو الكلاود بالاضافه كذلك الى لا سيكوريتي.